وإمتى تقريبا صار هذا الكلام؟ مو من زمان. تقريبا إمتى؟ 28 أيلول 1961. عمو من بعد إذنك، أنت بتعرف تروح على بيتك لحالك ولا أبعت لك حدا من الشباب يوصلوك؟ عم قلكن قتلت بنت بريئة وجاي اعترف ودلكن على محل جثتها تقوم حضرتك مسخر. كتير حلو هذا الكلام اللي عم تحكيه، بس حتى لو كان صح هاي الجريمة بتسقط بالتقادم، بتسقط الدعوة كلها. لو بسقط بالتقادم لازم تطالعوا الجثة وتدفنوها حسب الأصول. وليش ما حضرتك دفنتها حسب الأصول؟ ما بدك ترتاح روح المغدورة ويرتاح ضميرك كمان؟ إنه ليش بعد 50 سنة يعني؟ عمو من بعد إذنك عنا شغل وما لنا فاضيين. شوف، إذا ما بتكشفوا على الجثة وبتحاسبوني رح أعمل معروف وأرفعه للوزير وفضحكم بالجرايد والإذاعة. يا سيدي مقبولة منك، ساوي اللي بدك إياه. ومدفون معك 5 تنكات ذهب.